بالنسبة للدكتور حمد علي آزر آزر الشاب، أول ما بدي بعت له إياها مع الأستاذ وليد المشوح دكتور وليد، قلت له قل له إن النار شبت بالبخور. نعم إن النار شبت بالبخور، لكن موضوعه لكن موضوعه عندي هو كلمة أيضا حزروها. يا الله من يحزرها بخاطري أنا الوحدة عظيم بخاطري أنا. تحزرها هون مو تحزر عجل العزة حلو ها الإسلام الحق تكامل الطيب تكامل عظيم كله صحيح. والطرائق مرة أخرى أمير المؤمنين أذكر بقوله الطرائق إلى الحق على عدد أنفاس الخلائق، لكن بالنسبة لي نزل في مرآتي كلمة هي الربيع. الربيع لماذا الربيع؟ الربيع لأن شعر المتنبي الذي ختم حياته به من شعره يمثل الربيع في شعر المتنبي. شعر المتنبي الآخر صيف وخريف وشتاء، وشعره الأخير قصائده في إيران هي الربيع، ولذلك ألقى من محاسن روحه على شرب بوانا جميل، وجعل الشرب بوانا جميل بمنزلة الربيع في المكان وبمنزلة الربيع من السماء. لكن بالواقع إن الشعر المتنبي كان بالنسبة له هناك بمنزلة الربيع من شعره. وأدعوكم أيضا إلى قراءة القصائد التي أشار إليها، وجربوا أن تقارنها بأي شعر آخر من شعر المتنبي دون استثناء، ستجدون أن كلمة الربيع تطاردكم في كل مكان من هذه القصائد التي قيلت هناك. ربيع أول. الربيع الثاني أشار إلى أن أحد أصدقائنا هناك يريد أن يؤكد تأثر المتنبي بأمير المؤمنين صاحبي الكلام. قال ما هي البلاغة؟ ما هي البلاغة؟ كنت قبل أيام أشكو رسالة الدكتوراه في نهج اسم الصورة، صورة القرآن في نهج البلاغة، وطبعا سمعت آراء من المناقشين باعتبار، لكن أعطيتهم مثالا واحد على خطبة 181 من النهج، يقولون هذه ليست الشريف الرضي، إنها منحولة عليه وليست له. فأنا تعجبت من هذا الكلام فعلا، بالتصادف معي أصول نهج البلاغة، إن هذا النص مأخوذ من خمسة أصول، أصل عاشر وأصل سابع عشر وأصل خامس عشرين وأصل ثلاثين وأصل ستين، نصوص طويلة جدا أخذ منها فقة قصيرة وضعها في هذا الكلام. يعني ليس نهج البلاغة مثلا حكمة الإسلام في نهج البلاغة تساوي واحد على 137 من النص الأصلي الذي أخذه منها الشريف الرضي. فإذا ليس كلام الذي جمعه الشريف الرضي وحده الذي أثر بالمتنبي أو بغير المتنبي، وإنما كلام أمير المؤمنين ككل هو الذي أثر بالمتنبي وبغير المتنبي من أجل الربيع في هذا. في هذا أمير المؤمنين يصف القرآن بأنه ربيع القلوب، ويصف خاتم الأنبياء بأنه ربيع أهل زمانه. فما بيمنع أبدا أن يكون المتنبي هيك أخذته كهرباء الربيع وتفتحات الربيع، وقال بمنزلة الربيع من الزمان إعجابا شديدا بكلمات أمير المؤمنين للقرآن ربيع القلوب، وبأن محمد ربيع أهل زمانه. السلام على محمد وآل محمد وصحب محمد وأحباب محمد. وقلت هذا لأحذركم من هم أحباب محمد. تعرفوا مين آلو؟ تعرفوا مين أصحابه؟ بس مين مين أحباب محمد؟ نحن؟ ليش نحن؟ كان محمد عليه السلام يقول وأشوقاه إلى أحباب بين الحين والحين، قلوا له أصحاب الغيورين يا مولانا نحن أصحابك من الله.
أحبابكم أنتم أصحابي، لكن أحبابي أحبابي أهل حلب، وخصوصا في يوم المتنبي. إيش؟ لأنهم يؤمنون بي ولم يروني رؤيا العين إلا إذا حد نصف علي أو تجسس وراء الصور من وراء كلامي في الكشوف. لأحد لا. إذا هو الربيع، نعم يا مولانا هو الربيع، لأنه الحديث كان كله عندي يساوي كلمة الربيع وما هي بقليل. أما الحبيب الآخر، حبيب الخاتم دكتور وحيد، شو بدنا نقول له كلمة؟ أقول واحدة، ها؟ أقول له كلمة يعني وحيد. أنا بكتب له هذا يا وحيد مثلا. لا، أنا أفتكر لأنه العنوان عنده لك. أنا كنت عم بنام ساعة، كنت تتركوني نايم وهذا ضلك أحلى من الحكي فضيحة الأفكار. أراء المتنبي في الشعر والإبداع، أراء المتنبي في الشعر. أنا برأيي إن كلمته هي الرأي، كلمة واحدة تساوي الرأي، لأن المتنبي كان ناقدا في الشعر، يعني كان شعره هو محور نقده، وشعره كان حياة وكان فنا. الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول الرأي، وهي المحل الثاني، وأيضا الشجاعة في السيف كالشجاعة في اللسان. الرأي قبل الكلام، ينبغي أن نتأنى في الكلام قبل الكلام. ما هي؟ المتنبي كان يعتقد ينفعل أولا، وهذا الانفعال هو يكون له رأي، ثم يبدأ فيرسم على هذا الرأي هندسة جديدة. إذن هي رأي في الإبداع. ومعزرة منكم لما في الحكي. شكرا للمداخلين الثلاثة، شكرا لصاحب الحكم اليوم. شو يعني الحكم؟ الحكم شو يعني الحكم؟ تجعدات السماء، كسرات السماء، والسماء ذات الحبوب شو يعني؟ تجعدات السماء التي على سطح الماء أيضا. لوجه الله تعالى هدية في عاشوراء، هي يسموها بالعراق قيمة، الإيران شو يسموها؟ قيمة، هي من قيمة عاشوراء. الحبوب تعني الطرق. قلت ماشي خلاص، أشارككم قبل أنا وأوافق على رأيكم. ليش تفضل؟ أنا موافق على رأيكم. الحبوب يعني الطرق التي في السماء، هذه الشكائك والسكائك والحركات الأفلاك تدور على حبوب، على طرق. اشتقيت من محبك، هيك بيقولوا بحلفة، استعمل الشارع يقول من محبك. أنا شكرا للأستاذ العلامة الدكتور أسعد علي. الدكتور أسعد في ندوتنا وفي جامعتنا وفي حلب وفي القطر العربي السوري وفي الوطن العربي وفي العالم الإسلامي هو بمنزلة الربيع. إن شاء الله يكون خادم مقبول الخدمة. شكرا.